زي كفن تبع الموجة. صباح الفل، أحسن ليك واللي يسمعوا فينا الكل. صباح الخير والبركة على الأبراج الكل، إن شاء الله نهاركم مليان بالأخبار الإيجابية. خلينا نبدأ مع الحمل الديري، يتحرر من بعض القيود، قيود الماضي. نهاية أسبوع راهي واعدة باش تحقق نجاح وتتخلص زيدا من مشاكلك الشخصية، والثور تتبدل حياته للأفضل، عنده تغييرات شخصية وفما برشا حب وأجواء رومانسية. والجوزي عنده أخبار مهمة في الأفق تتجاوز زيدا هيك العراقيل اللي كانت عايقتك شوية في مسيرتك المهنية، ومرحبا بالنجاحات. والسرطان المائي نجاح مهني، عنده ترقية والحظ زيدا يلعب دور كبير في حياته الشخصية. تتعرف على حب جديد وتعيش زيدا مغامرة عاطفية، وإن شاء الله يا ربي تتوج بزواج. نتعداول الأسد اليوم يحتفل بعيد ميلاده، مولود اليوم نتمنيوله برشا خير وسعادة. أنت في حاجة لترتيب وتخطيط لبعض الأعمال العالقة، ومثال الزيدة كان تعطي شوية وقت للعائلة رهم في حاجة ليك. والعذراء نجاح مهني وتطورات زيدة، والحظ راهو باش يكون حليفك. الميزان اتصالات مهنية ونقاشات مالية، داخل في استثمار جديد ومرحلة كما قلنا مالية بامتياز. العقرب أموره الشخصية راهي تعبة شوية، نعم، لكن مثالش كيف كيف زيدة نحب نقولك انت ما لقيتش ثنية القلب الحبيب، لكن فما تطور تطورات مهمة نحبك تستنيهم الأيامات الجاية. القوس يتمتع بطاقة كبيرة، فما برشا حماسة في علاقته العاطفية جديدة، حاب نقول لك صحة صحة. والجدي برشا أمور تتقلب لصالحه، وخاصة أموره المهنية أجواء إيجابية، أخبار ممتازة وتصحح عقد جديد. الدلو صباح الفل، تتبدل الظروف الفلكية، تعيش انتعاشة مالية والحظ راهو من نصيبك خاصة على صعيد العاطفي. ونختموا مع الحوت الرومانسي، نحبك تستنى برشا أخبار رهيبة تفرحك على الصعيد العائلي، عندك اللمة ونقاشات هامة.